أهلا بكم في الفقرة الاقتصادية. مع نسبة تضخم فاقت 7.9% ومع فشل سياسي في عدم تشكيل الحكومة، الاقتصاد اللبناني إلى أين؟ معنا في الفقرة الاقتصادية دكتور باسم بواب، أهلا وسهلا فيك. يعني إحنا اليوم مثل ما شايفين أنه فعلا لحديث هلأ ما في حكومة وما في تشكيل للحكومة، فالاقتصاد يعني عم بتراجع كتير لورا. قراءة لهذا الموضوع؟ نحن بنعرف أنه صرنا أكثر من 100 يوم بلا حكومة، ومع انه انتخابات كانت انتخابات فيها توافق بين الاطراف السياسيه، بس لهلا ما قدروا يشكلوا الحكومه، وهيدي عم تكلف كثير للاقتصاد اللبناني. نحن الاقتصاد اللبناني بشكل بالسنه 55 مليار دولار تقريبا قيمته، من وقتها لهلا تقريبا خسرانين نحن، بس فرص ضائعه وهدر وهيك بحدود ال 5 مليار. يعني هذا رقم كثير كبير، وطبعا الاف فرص العمل الضائعه على الشباب كمان دولار. صحيح صحيح. بهمنا كثير تشكيل حكومة بأقرب وقت، يعني عم طالب نحن كجمعيات اقتصادية وكهيئات اقتصادية وك يعني جمعية تجار بيروت وغيرها وغيرها، عم طالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه ما بقى فينا نتحمل هالانحدار الاقتصادي، خصوصا مع التضخم اللي حضرتك حكيتي عنه أول شيء. وعنا شو هي كمان أسبابه؟ عنا أكثر شيء يعني التضخم، عنا سببين رئيسيين اللي هي هو أول شيء زيادة الفوائد بالمصارف، وعنا موضوع سلسلة الرتب والرواتب إقرارها ودفعها. نعم. بدون أي زيادة بالإنتاج، وهذا اللي خلى يصير عنا ركود تضخمي بنسبة 7.9 كتضخم. ستاكفليشن. ستاكفليشن بالإنجليزي. وعنا مشكلة كبيرة تانية هي طبعاً البطالة. البطالة عم ترتفع يوم بعد يوم، عم نحكي بالإجمال بين 20 و25%، وعند قطاع الشباب بين 18 و25 عم توصل لأكثر من 40%. بس في ظل هذا الوضع شو بتقترح حل اقتصادي؟ طبعا نحن لما تتشكل الحكومة موعودين بمؤتمر صدر اللي صار من كذا شهر، انه يعطونا 11 مليار دولار طبعا على كذا سنة، هذا ببلش يعطي اول شيء بيعطي حلوي. إيجابية نفسية للعالم. صحيح. وهي الإيجابية النفسية لحالة بتترجم بتكفي بنمو، حتى بتحرك السوق، بتنعكس دغري على نمو بسرعة على حركة السوق. لأنه هو في مصاري بالبلد، ما فينا نقول أنه ما في مصاري، بس المصاري كل واحد بيأجل، أنه ما في حكومة هلأ، ما في شيء، ما في، عم بيأجل. وطبعا التأجيل مش مريح، التأجيل عم بيعمل سايكل اللي هي عم تعمل كمان أكثر تضخم وبطالة. صحيح. لما تشكل حكومة لحالها بتعطي عامل ثقة، بلش العالم تعمل استثمارات، بترجع العالم بتشتغل، بترجع العالم تشتري، هذه بتحرك الاقتصاد. صحيح. ونرجع موضوع بلش بسيدر، تطبيق سيدر، تطبيق الإصلاحات، لأنه لما طبق نحن الإصلاحات لحالها هذه حتعطينا بلش مليارات الدولارات من برا، ثقة خارجية، ثقة خارجية واستثمارات وبنى تحتية. لما بدنا نعمل البنى التحتية اللي معمولة بالأوتوسترادات وبالمي وبالكهرباء وبالمجاري، يعني ممكن أنه نحن نطبق الإصلاحات وقت بريز واحد، بريز اثنين، وبريز ثلاثة ما قدرنا نطبقها؟ نحن هلأ صراحة صرنا على المحك، صرنا على المحك وصرنا مضغوطين من المجتمع الدولي، وصاروا هالمرة ما بقى حيعطونا غير ما نطبق. يعني